اليوم الفيديو تبعنا تحفيزي عن السعادة، فيديو مختص انه يحفزكم تننهي هيدي الحلقة بشكل انه انت تكونوا طالعين منها ايجابيين ومبسوطين وتقضيكم هالسعادة لكل الوقت او تمتد على هيدا الويك اند وعلى هيدا الجمعة. خلونا نشوف سوا الفيديو. من هيدا الفيديو يلي بدعينا للسعادة وهيك فيديو شوي تحميسي انه نحن لازم نضل سعيدين بحياتنا. اليوم كان نهارنا او سبتكم صباحنا عم نحكي فيه عن كل هيدا السعادة وكيف فينا نحققها. فضيفنا كيف شو بتعطينا اذا بدك نصيحة اخيرة خليها تعلق هيك براس المشاهدين يضلوا دايما يفكروا فيها ليحققوا السعادة تبعهم قبل ما نختم؟ بس بحب انهم يفكروا بأفضل موقف يمكن أو لحظة هن بيعيشوا فيها السعادة وضلهم عم بيعيشوها وعم بيطوروها، وبهيدي الطريقة هن ما بيخسروا أبدا هيدا الشعور بكل بساطة. يعني مثل ما سمعتوا نصيحة خفيفة نظيفة مثل ما بنقول، فكروا بالقصص يلي بتحبوها وأنتوا على هيدا الأساس دايما بس تحسوا حالكم يمكن شوي داون أو شوي صحيح. الحياة قسيت عليكم أو استرس زاد، فكروا بهالقصص الصغيرة اللي قطعتوا فيها القصص السعيدة، وهيدا الشيء بجدد لكم نفسيتكم وحيويتكم لترجعوا تكملوا نهاركم بنشاط وتكملوا الأسبوع كله كمان بنشاط وسعادة.